سميتي أيوب تمري، أنا مغربي كنقرأ في إسطنبول أيضا يونيفرسيتي، وكنكمل دابا ماستر ديالي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أنا كان كيعجبني السفر، وتركيا واحد البلاصة اللي زوينة فيها الطبيعة الأماكن التاريخية، وفي نفس الوقت فاش كملت الليسانس ديالي كنت باغي نكمل ماستر ديالي في شي بلاصة، وجمعت ما بين الحب ديالي للسفر والدراسة. تركيا فيها أكثر من 208 ديال الجامعات، أكثر من 45 ألف بروغرام. الدبلوم ديال الجامعات هنا معتمد في معظم الدول الأوروبية، بالإضافة إلى البنيات التحتية، لا في المواصلات لا في داخل الجامعات. الشعب التركي شعب مضياف، خصوصا إذا كنت طالب هنا في تركيا غادي تلقى معاملة خاصة. إذا كنت من محبي السياحة، محبي التعرف على ثقافات أخرين، تركيا زعما مكان مناسب. إذا كنت من محبي الديسكوفرين، التعرف على ثقافات أخرين، اكتشاف أماكن أخرين سواء طبيعية سواء سياحية. ثمن إذا كنتي من محبي الأماكن التاريخية، تركيا عندها بزاف الأماكن اللي مصنفة ما بين التراث العالمي الثقافي. قبل ما نزل تركيا كان عندي فكرة ديال أنني غادي نركز غير على الدراسة بوحدها، ولكن من بعد ما جيت لتركيا لقيت بزاف ديال الأكتيفيتيز أخرين، سو تعرفت على ثقافات أخرين، اكتشفت ثقافات أخرين، اكتشفت حوايج أخرين هنا كاينين في تركيا. student life university في اسطنبول هي بحال شي مغامره، كتقدر تكتشف بزاف الحوايج، كتركز على القرايه، وات ذا سيم تايم كاينين بزاف الحوايج اخرين اللي ممكن تلقى فيهم راحتك وممكن تلقى فيهم داك مغامره فريده اند ممتعه. انا الطلبه اللي كيفكروا يجيو لتركيا انا كنشجعهم، كاينين بزاف الفرص هنا في تركيا، وتقدروا تلقاو اي حاجه كتقلبوا عليها هنايا، سواء دراسيا سواء ثقافيا سواء في حوايج اخرين اللي كيناسبوكم.